النجاح. ليس بوسعنا إلا أن نقول الآن بدأت الرحلة، فليتماسك الجميع. حلم طائر على أجنحة ملائكية وضحك صاف من أعماق القلب. أنا بحب المراجيح أوي 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 عشان دي أكتر فسحة ليا عشان بطير في الهواء. بحب المرجحة جدا عشان أكتر فسحة ليا بحبها. أنا بحب المراجيح أوي أوي، أنا وصحابي وإخواتي نيجي نركب، ولما بيبقاش معانا فلوس عمو بيركبنا بيقول لنا عادي، وأنا بحبها أوي. بقابل صحابي وبنلعب ونتشقلب ونعمل كل حاجة. باجي أول ما باجي من المدرسة بشتري بفلوس أكل، والباقي باجي أركب المرجيح. نقعد لو حتى لو مش معانا فلوس اكتر بيدينا، هو بيدينا وقت اكتر. صانع البهجة عبد النبي، 40 عاما يقوم بنفس العمل، يرسم الضحكة على الوجوه، يدفع المرجيحة في الهواء ليلعب الأطفال، ثم يوقفها ليعطي الفرصة لآخرين، فالبهجة هنا للجميع. شغلتي بتاع مراجيح من زمن الزمن، من ايام امي ووالدي ووالدتي الله يرحمه. المراجيح دي بقى لها 40 سنه موجوده عندي، فشغال من زمان فيها وانا لسه عيل صغير. فرحه العيال لما بتيجي بتتمرجح هنا، يعني انا ببقى مبسوط وفرحان. في ناس كبيره بتجيب عيالها اولادها وبتيجي بتركبهم المرجحه هنا من زمان، وعارفينها من زمان ان هي المرجحه دي شغاله على طول هنا. المرجحه دي وسيله للترفيه وسعرها حنين، والناس كلها بتيجي تركب وبتبقى مبسوطه. يعني مش عيال صغيره بس، لا ده في ناس بتبقى رجاله بشنبات بتيجي بتركب عيالها كمان وبيركبوا معاها، وبيبقوا مبسوطين وبيرجعوا بيقولوا يا ريت الزمن يرجع تاني. الكبار ايضا ياتون الى هنا، فقد تعاكسهم الدنيا لكن المرجيحه تطاوعهم وتدور بهم الدوره كامله. كانت دي الفسحه بتاعتنا الوحيده والفرحه بتاعتنا الوحيده، كنا بنركب بتعريفه. العيال بتيجي بتفرح ان عشان انا بركب، فيه بيركب ببلاش وفي اللي بيركب بفلوس، بيدفع معاه جنيه معاه نص جنيه معاه 3 جنيه بيركب، وانا ببقى مبسوط وفرحان ان بيبقى العيال بتيجي تركب وتبقى مبسوط. المرجحه دنيا، وكل ليه كل واحد ليه دور. عندما يداعبنا الحنين الى الماضي الذي يحمل كل ذكرياتنا السعيده، نكتشف ان هناك اياما لن تعود وسنين ولت بعيداً، فنحن لا نشتاق لتلك الأوقات فقط، لكننا نشتاق لأنفسنا حينها، لروحنا المنطلقة بلا قيود. وسام نصر، MBC مصر.